نحن في 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 هذه الليلة، ليلة النصف من شعبان، وحولها الكثير من الأسئلة والكثير من المعلومات، لو نأتي عليها واحدة واحدة. هل ليلة النصف من شعبان نهارها يعني مخصوص بصيام معين؟ لا، هو النصف من شعبان هو من الأيام البيض. نعم. يعني لو أن الإنسان صام 13 والرابع عشر والخامس عشر من شعبان فهو على خير عظيم. نعم، لكن ليلة نصف من شعبان هل مخصوصة بعبادة معينة في الليل؟ يعني بصلاة بهيئة معينة أو عدد ركعات معين أو شيء من هذا لا القبيل؟ لا، هو هناك حديث يعني أورده أبو حامد الغزالي رحمه الله في قوت القلوب وفي إحياء علوم الدين، من أن من صلى في ليلة النصف من شعبان 100 ركعة أرسل الله له 100 ملك، 30 يبشرونه بالجنة، و30 يحوطونه من النار، و30 يمنعون عنه مكائد الشيطان، و10 يبشرونه بكذا. لكن الإمام النووي رحمه الله قال هذا حديث باطل موضوع، موضوع يعني مكذوب على الرسول صلى الله عليه وسلم. فالصلاة التي خصها بعض الناس بهذه الليلة ليست مطلوبة ولا مستحبة ولا مشروعة، بل هي بدعة محدثة. طيب، ما الذي يثبت من فضيلة لهذه الليلة، ليلة نصف من شعبان؟ نعم، هناك حديث رواه الإمام ابن ماجة وكذلك رواه الإمام البيهقي، رواية عن أمنا عائشة رضي الله عنها بأن الله عز وجل يطلع ليلة النصف من شعبان فيغفر لكل عبد لا يشرك بالله شيئا إلا لمشاحن، وفي لفظ فيغفر للجميع إلا لمشرك أو مشاحن المخاصم يعني. وفي رواية أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه بأن الله جل جلاله يطلع على العباد ليلة النصف من شعبان فيغفر للمسلمين ويملي للكافرين ويدع أهل الحقد لحقدهم حتى يدعوه. فهذه الأحاديث مثلا تجد بعض الأئمة كالسيوطي ضعفها، تجد بعض الأئمة حسنها، والمقصود بأنها دلت على معنى صحيح بأن المسلم ما ينبغي أن يشاحن مسلما، بل ينبغي أن نعفو ونصفح وأن نعلم بأن الدنيا أيام معدودة، يعني هي أقصر من أن تصرف في الشحناء والبغضاء والعداوات والأحقاد وما إلى ذلك. أما بعد ذلك كوننا نخصصها بعبادة مخصوصة، لا، من 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 وفق لقيامها فهو على خير عظيم، لأن قيام الليل مشروع بنصوص كثيرة، كقوله تعالى يا أيها المزمل قم الليل إلا قليلا، وكقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك، وكقوله إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه، هذه على القراءة طبعا. نعم، وإلا المعروفة نصف، إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه. نعم. فأيضا النبي عليه الصلاة والسلام قال عليكم بقيام الليل فإنه مرضاة لربكم ومطردة للداء عن أجسادكم ودأب الصالحين من قبلكم، لكن دون اعتقاد لأنه يعني يخص هذه الليلة بقيام، إنما نعم، بعموم القيام. نعم، لذلك العلماء قالوا يعني ليلة النصف من شعبان الناس فيها على 3 مراتب. المرتبة الأولى ما كان معتادا على القيام فقامها فهو على خير عظيم. المرتبة الثانية من خصها بقيام من بين الليالي فقد أحدث، يعني ابتدع. نعم. طيب، الثالث من خصها بقيام مخصوص للأعداد الركعات المخصوصة على هيئة مخصوصة، وبالمناسبة عندها دعاء. نعم، عندها دعاء، الله ألفوا لها دعاء. نعم، يا ذا المن ولا يمن عليك، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، أسألك باسمك الأعظم في ليلة النصف من شهر شعبان المكرم التي يقضى فيها كل أمر عظيم ويبرم. يعني يعتقدون بأن المقادير تقدر في هذه الليلة، وهذا ليس صحيحا، وإن المقادير تقدر في ليلة القدر. نعم.